ومارفل مثل ما سبق وخبرنا مخرج مون نايت محمد دياب بلقائه معنا الأسبوع الماضي، حرصت من خلال هالعمل أنها تتعاون مع شخصيات مصرية من مختلف المجالات في صناعة السينما، ومن هني جاء تعاونهم مع هشام نزيه لتأليف الموسيقى التصويرية. أنا لسه قاعد أستوعب اللي جرى، يعني قاعد لسه إن أنا في الثمان شهور تسع شهور اللي فاتوا كنت قاعد بغصان في الشغل، غرقان في الشغل تماما يعني، ولسه ما رفعتش راسي ابص ايه اللي جرى حواليا يعني. ف بس طبعا كان يعني فرصه طبعا رائعه وعظيمه، وبشكر جدا دياب انه رشحني في حاجه عظيمه زي دي وانه وثق فيا. وهشام ما عرف بترشيح دياب له الا بعد ما انضم رسميا لفريق عمل مون نايت. ما ظهرش في الصوره خالص، سابني كده مش عارف حاجه لغايه قبل ما اتاكد ميعاد سفري لبودابست. يعني هم خلاص بقى احنا كنا اتفقنا على كل حاجه كنا اتفقنا عليها قبل ما اسافر يمكن باسبوع ولا بتاع، لما قالوا لي خلاص انت هتسافر يوم كذا لقيته بعت لي فويس نوت بيقول لي انا مستنيك وعارف انك جاي وفرحان قوي انك جاي. وهشام بدوره ما خبر احد عن اي معلومه حول مشاركته في العمل، حتى ابنه ما عرف. ابني من لو في حاجه اسمها، اكيد عندهم حاجه اسمها توب فان لمارفل، يعني يبقى من اول 100 يعني، لان هو يعني ايه وكوميك بوكس واللي انت عايزه يعني هو عارف الهيستوري بتاع مون نايت ده اكتر مني من الكوميك بوكس بقى ومن لان هو شخصيه مهمه مون نايت، بس ما كانش لسه اول مره يبقى موجود على الشاشه. ما قلتلوش لان هو كان من ضمن الحاجات اللي انا الاتفاقات في الاول يعني انه ما تكتم تماما، ما تقولش وما تحكيش، ما تكتبش على السوشيال ميديا، ما تحكيش لا 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 لا. ما تحكيش حتى للناس اللي حواليك اللي ممكن يقولوا. عارف بقى هو امتى؟ قبل ما المسلسل ينزل باسبوعين ثلاثه كده، فاكر في خبر انتشر انه هشام نزيه يشارك، مش عارفين هو اللي عامل الحلقات كلها ولا لا، مش عارفين. فبعت لي فويس نوت قال لي في اشاعه كده طالعه، مش عايز يصدقها. كان لسه الحلقه الاولى هتنزل كمان اسبوعين وانا لسه حتى مش قادر. قال لي في اشاعه كده طالعه، هو انت بجد عامل من المزيكا بتاعت مون نايت؟ بص لو بجد الف مبروك. وكان متحمس، قلت له الله يبارك فيك، ما تروش حتى مش بجد. والحين من بعد ما الكل عرفوا الخبر وسمعوا موسيقى التصويريه في المسلسل، صار الوقت ليكشف لنا كواليس هالتعاون مع مارفل وكيف صار. فجاه في يوم لقيت ايميل جاي من مارفل انهم عايزين يسمعوا شغلي، فبين يومين ما يعني مش مهتمتش يعني الحاجات دي يعني ما يعني حاضر نبعت الشغل حاضر سم. وهم قالوا في الايميل ان هم عايزين ياخدوا قرار في خلال يومين ثلاثه يعني بخصوص الموضوع، فبعت وغابوا بتاع 10 ايام كده يمكن اكتر يعني وما ردوش. قلت خلاص بقى يبقى هم خدوا قرار. وما ايه بعد ال10 12 يوم كده بعتوا تاني وقالوا طبعا احنا عايزين نحدد ميتنج بقى بين مع هشام، يعني عايزين نقابله يعني على زوم. فانا قلت برضو ما تثقش قوي يعني في يعني ما تعتبرش ان دي يعني اي حاجه، نقابل الناس ايه يعني نقابل الناس يعني. الميتنج كان رائع وقد ايه هم ناس يعني لطاف وفريندلي، حاجه مش معقوله بصراحه يعني. ومن بعد ما اخذ فكره عن المسلسل وعن شخصيات مون نايت، بدا هشام رحله بالتاليف الموسيقي. في خلال انا اشتغلت في خلال 8 شهور، حوالي 8 شهور هم 6 حلقات الحلقه بالسكيل والتقل بتاع فيلم. وبدات على طول من اول ما قالوا لي خد الحلقات اقراها وتعالى. وانا لما سافرت بودابست كان في حلقتين اتصوروا وكان في بريمينري كات يعني مونتاج مبدئي كده يعني، ومن اول ما رجعت خلاص. ومثل ما الموسيقى التصويريه حازت على اعجاب الاكثر، ايضا الاستعانه بالاغاني العربيه شكلت اضافه على مضمون العمل. انا ماليش اي دخل نهائي باللي دي كلها فكره دياب طبعا الاصليه والاساسيه، وهو يعني هو المسؤول الاول عنها يعني. انا ماليش دخل ابدا، بالعكس ده اغلب الاغاني كانت موجوده قبل ما انا اصلا اروح ابتدي في تاليف الموسيقى. وهي طبعا اختيارات ذكيه جدا جدا، لانه هو انا جيت مصر، الاحداث بقت في مصر دلوقتي، احداث المسلسل يعني في مصر، انت لازم تحس بمصر دلوقتي بتسمع ايه على الاقل يعني. ومصر دلوقتي ما بتسمعش حاجه واحده يعني، احنا ما بنسمعش نوع اغاني واحد او كده، ولكن كان اختيار طبعا جريء
وذكي في نفس الوقت فاعتقادي موفق جدا يعني. وبعد هالتجربة بعمل عالمي أكيد هشام تعلم الكثير وصار عنده يقين بأن الطريق للعالمية ليس حكرا على أحد. محتاجة مبدئيا حاجتين، محتاجة أن نتخلص من الإحساس، في إحساس كاذب.